رفعت مدام فريال ومدام وفاء، واحنا يعني لما اتكلمت مع الدكتور عاطف والدكتور رفعت علشان يجوا يكلمونا، قالوا لي كلمة مهمة قوي، حتى كان ردي على دكتور عاطف في المكالمة، قلت له يعني كنت مستنيين عزومة عشان تيجي تقول الكلام ده. كانوا بيقولوا ان هم لما جم في اواخر، دكتور عاطف جه اواخر الخمسينات، دكتور رفعت اخر خمسينات 59 والدكتور رفعت جه 68 67. فبيقولوا احنا كنا بنقعد نفكر ونقول الكنيسة هيبقى شكلها ايه بعد 20 سنة. 20 سنة من الكلام ده يعني امتى؟ يعني 80s و 90s. فالموضوع اللي قلنا ان هنتكلم فيه انه ايه اللي كان الناس خايفة منه وحصل، ايه اللي كانوا خايفين منه وما حصلش، ايه اللي كانوا بيتمنوه وحصل، وايه اللي كانوا بيتمنوه ولسه ايه ما حصلش. فاعتقد ده يعني موضوع مهم واحنا بنتكلم عن سلسلة الهجرة، وبالاخص انه يعني في ناس عندها التاريخ، اذا كان ده جغرافيا مرتبطه بالتاريخ، فبرضه ده التاريخ والجغرافيا بتوع المنطقه اللي احنا موجودين فيها. احنا طبعا جينا اخرون تعب واحنا دخلنا على تعبهم يعني. اتفضل. الحكايه شويه ما هيش اوفيشال قوي يعني حاجه، ها ولا ايه رايك؟ انا بحب كده، بس هو جورج مش عايز. خلاص انت حر يا جورج، حاجة عليك. بيعمل ايه؟ يشحن. طيب معلش، ما برضو ما فيش حد هنا من ناحيتي بيشحن. ها حد بيشحن هنا؟ يقرا ايه يعني تيجوا هنا؟ لازم يعني يروحوا اخر الدنيا. هو كان المفروض اوضه صغيره لما الكنيسه تتملي يبقى روحوا بعيد. مش كده ولا ايه؟ تعالى تعالى قول لنا. هنحسك ولا انا كويس الحكايه اخر كمان. انا كمان ايه بقينا تكنولوجي دلوقتي. ديفندي. نعمل ايه دلوقتي؟ اهلا اهلا اهلا. دي حاجه فظيعه جدا. طب ودي احطها فين دي؟ اجيب لما نطلع الحاجات اللي قدام ده ونحط دي هنا. حاجه فظيعه جدا. احنا كنا فين وبقينا فين؟ لا ولا خلاص. فين ابونا يبتدي لنا؟ بسم الله والابن روح القدس الاله الواحد امين. الو الو. احنا مش عايزين نضيع وقتكم في كلام كده هزار بينا من بعض، بس عاوزين نجي بجد بقى. كويس. احنا عاوزين نقعد نفكر مع بعض في تاريخ الكنيسه في المهجر، واحنا يعني كنا خايفين من ايه زي ما قال ابونا.
وايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش. كويس. ال سنه 50 ما كانش فيه اي كنيسه خالص للاقباط الارثوذكس، وكنا بنركب اتوبيسين ساعات، ثلاث اتوبيسات، لان ما كانش عندي عربيه، كنت غلبان. وكنا نروح ناخد الثلاث اتوبيسات دول يوم الاحد عشان نروح نتناول عند السوريان الارثوذكس في هاكنساك نيوجيرسي. احنا كنا في مستشفيات في نيوجيرسي، كنا ثلاث دكاتره اقباط. وبعدين لما كنا بنروح، هم الحقيقه كانوا بسبب ابونا مكاري السورياني اللي هو بقى انبا صمويل بعد كده، اتكلم معاهم وقال لهم ده في بلادنا هنا في امريكا تبقى تتواصلوا بيهم، ولما يروحوا تبقى يعني بيفهموا عربي ما بيفهموش سيرياك. ف الاسقف الموجود كان اظن اسمه ابونا انبا اثناسيوس بتاع السوريان الارثوذكس، كان اول ما يروح يشوف الدكاتره الاقباط يقلب عربي. انما للاسف اذا ما كانش هو موجود كله يا احب احلون احم احدود براخ من فين. انبا صمويل كان ابونا مكاري ساعتها قال لنا خدوا الفولاجيات حقكم وهم يقول وانتوا تسمعوا وتقولوا انتوا في وتروحوا تتناولوا. وحتى يعني قسيس راجل كويس كان اسمه ابونا عبد الاحد، كان نروح نعترف عنده قبل ما اقول له اي حاجه عمال يصلي لي الصلاه عشان يعني نخلص وننتهي. دي كان المشهد اللي بنعمله، نروح بس هي كانت مره كل شهر وبقيه الاسابيع لازم نروح كنيسه. فبنروح كنائس اللي حوالينا دينومينيشنز ثانيه عشان بيتكلموا انجليزي نقدر نفهمه. ليه انا قلت الحكايه دي؟ لان احنا كنا غرباء في الوقت ده، ما بنفهمش اللغات بتاع الناس دي، وكنا مشتاقين لاي حاجه تتقال باللغه اللي احنا فاهمينها. كده كنا فيري سنسيتيف لموضوع اللغه وفهم الكلام اللي بيتقال في الكنيسه. عشان كده تلاقوا ان الميد ويست غير التو كوست كان متقدم في العباده باللغه الانجليزيه قبل الويست كوست وقبل الايست كوست. الحكايه دي موجوده، حتى الاولاد يعني كانوا حاطين حاجات بالعربي وبتاع، لكن انا يعني عاوز اعرفه ان الموضوع ده موضوع مهم جدا، والواحد ما بيفهموش غير بعد ما يقعد شويه في البلد يعرف ان اللغه دي مهمه جدا لحفظ الكنيسه في الاجيال الجايه. مش ان الواحد لما يتكلم عربي في الكنيسه ومن الكنيسه تتحفظ، لا. الاسباب. اتفضل يا بيه. كنا عايزين اول حاجه طبعا انتوا وحشنا قوي، بقى لنا مده ما جيناش ناخد بركه في العذراء، ونشكر ابونا مرقص ان هو ادالنا الفرصه دي ان احنا نيجي ناخد بركتكم وبركه الست العذراء طبعا. وانتوا عارفين ان الكنيسه دي عزيزه عليا انا خالص جدا، اللي افتكر منكم لما كانت بتتبني، وازاي منى اختي كانت قريبه هنا وكانت ليها يعني كرم خاص للناس اللي كانوا بيبنوا الكنيسه، ودول جايين تاني. ماجد جاي تاني عشان يجيب الايقونات وحامل الايقونات بتاع الكنيسه اللي احنا بنبارك لكم عليها. بركه كبيره من ربنا ان هو اتوفقتوا، ان قدرتوا تكملوا الموقع بتاعكم بان الكنيستين اللي موجودين يبقوا تبع الكنيسه هنا. هو دي طبعا بركه
أب لينا حبيب جدا أبونا إسحاق. هو كان بيحلم بهذا الكلام وكمل ربنا طبعا على إيد أبونا يوحنا وأبونا مرقس، ودلوقتي عندكم أبونا ديفيد كمان. فدي أبونا ديفيد ده بالمناسبة يعني كان كده، وكان يخاف من اكشلي كان يخاف اكتر من وفاء وانا، لان احنا كنا المنظمين الكونفنشنز، وكان يجوا شوقي وكده ويجوا من غير ما يكونوا حاجزين ونقول لهم طب معلش ما جراش حاجه. فطبعا هو لما شافني اخر مره افتكر، وافتكر الايام الصعبه ده هي اللي احنا كنا من دي. الاخ قال لكم على تاريخ 5000 سنة فاتت، احنا جايبين لكم مش هنقدر نوصل ل 5000 سنة، احنا اللي جايبينه 50 سنة بس، اللي هو بداية الكنيسة هنا في شيكاغو. احب اشترك معاكم في في شوية صور كده تفكرنا كلنا بناس كلنا نعرفهم يعني، وشباب كانوا شباب قد كده اهو، وبقوا دلوقتي ناس كبار. فعمل لكم كده نعم فلاشر اي حاجه على ما يطلعوا الكلام ده في الصور. عاوز اقول لكم حاجه مهمه جدا. لما انا بديت كلمه اللغه اهتميت بكلمه اللغه الاول. ليه؟ لان يعني ابنك او بنتك او انتوا في البيت لما هتصلوا بايه؟ احنا جايين من مصر، عارفين الجبيه عربي، اكشوالي ما كانش فيه حتى خلاج انجليزي مظبوط ولا حاجه، كنا عمالين نترجم حاجات كتيره يعني. كله ده اللي وصلنا ليه دلوقتي كان بدايات صعبه. وكنا برضو شايفين ان يعني هترجم ليه يا راجل بتاع. بعدين العيال ابتدت تكبر، العيال ما بيقروش عربي، طب وتصلي معاهم بالعربي؟ اوكي صلي بالعربي، لكن لما يكبروا هيقروا ايه ويصلوا بايه؟ وايه الشركه اللي بينك ما بينهم بعد كده؟ هم في عالم وانت في عالم. طب احنا بنحب الصلاه بالعربي والقبطي واخدين على كده، ما هو لازم نضحي. لو ما كناش عاوزين نضحي كان مفروض ربنا اولادنا في مصر. واخدين بالكم من النقطه دي؟ يعني انا مش مفروض اتكلم دلوقتي عربي باي ذا واي، مفروض اكلمكم انجليزي. لان مش عشان انا بحب الانجليزي ودول، ما انا مش خارج، انا جنب بني سويف وما صدق الاقي وقت نتكلم فيه عربي نتكلم، لكن عشان الكنيسه تمتد لازم تتكلموا مع الاولاد انجليزي. ليه؟ عشان بعد كده لما يقرا الاجبيه ويقراها بالانجليزي بتقراها انت وياه، انت بتتعثر لكن هو مبسوط لان دي اللغه اللي بيقراها وبيكتبها. فهمت الفكره ايه؟ ولازم الحاجات كلها بتاع مصر تترجم انجليزي. طبعا حاجات خدت وقت طويل، يعني في ريال تقول لكم ازاي انها جزء كبير قوي من السنين اللي فاتت دي كانت قاعده في البيت تترجم، انجليزي وغيرها وغيرها كتير، ومع ذلك ما ترجمناش 1/10 من الحاجات الموجودة في الكنيسة القبطية. اللغة، اللغة مهمة جدا. فإيه اللي كنا خايفين منه؟ خايفين مش عارفين الأولاد هيعرفوا عربي ولا لأ، وما كناش فاهمين اللغة تبقى إيه. دلوقتي عرفنا إن اللغة الإنجليزية سواء رضينا أم لم نرضى لازم تكون لغة الكنيسة في المهجر، وإلا الكنيسة تندثر. عرفنا ده إزاي؟ كنت بروح أنا وفريال في كنيسة الجريك زمان قبل ما يقبلنا كنيسة. مين في الكنيسة في الجريك؟ عشان بيقولوا جريكي وبتاع. مين اللي في الكنيسة؟ مين يا فريال؟ تعالي تتكلمي وأنا اللي واقف أنا قلت تعالي هنا تعالي هنا. مين اللي بيتكلم هناك في الكنيسه اللي كان بيورشب ويتناول ويعمل مين؟ الجراند بيرنتس
والبيبيهات جد وتيتا والبيبيهات مفيش اي شباب خالص اطلاقا وزعلانين جدا بنسال ليه كده قالوا عشان ما بيفهموش جريك الشباب راحوا حته ثاني ويسيبوا العيال جد وتيتا وخلاص ده بالرغم من الجريك ملتزمين يدرسوا عيالهم جريك في الكنيسه لكن العيال مش حابين الكلام ده عشان كده تلاقينا احنا متعصبين الانجليزي مش عشان احنا نحب الانجليزي لا ده هو المستقبل بتاع الكنيسه القبطيه في البلد اللي بتتكلم انجليزي عشان الاولاد بتولدوا هنا والا مش بس كده خد العيال وروح مصر خصوصا لو كان سنهم صغير شويه هيتكلموا اللغه اللي حواليهم العيال بيتكلموها هتلاقيهم يتعلموا عربي هناك غصب عنك وعني وفي الاخر هيتكلموا اللغه بتاعت اصحابهم مش هيتكلموا اللغه اللي هم الاب والام عايزينها دايما بيتكلموا اللغه بتاع الانفايرمنت اللي حواليهم هنا في امريكا بيروحوا المدرسه مش هيلاقوا حد يتكلم عربي ولو اتكلموا عربي اصحابهم هيضحكوا عليهم هيهزقوهم يعني في المدرسه عشان كده الضغط بتاع المجتمع هو اللي بيخليهم يتكلموا فاحنا لازم ان احنا نكون يعني فاهمين الكلام ده ده لا يعني ان احنا نعلم اولادنا العربي فرقوا بين الحاجتين دول انا يهمني جدا الاولاد يعرفوا العربي وما ينسوهش لكن عشان توصل للدرجه انه يقرا الكتاب ويفهم اللي بيتقال ايه ويعبد ربنا باللغه العربيه ده امبوسيبل فاحنا نشجع العربي لكن نخلي الكنيسه مشلوله بالنسبه للجيل الجديد عشان بنعبد العربي ده ما ينفعش كده طيب عاوزين اسئله اذا كان الكلام ده مش عاجبكم لا تقدر يا لا تقدر تقولي مش عاجبك لان في ناس بيعارضوا الكلام ده لكن احنا اللي شايفينه ده نتيجه ال 58 سنه اللي قعدتها في امريكا اتفضل رايي ان دي حاجه كويسه لان انا لما جيت من مصر كنت تعبان في الانجليزي كويس كنت بتكلم انجليزي يعني لكن في نفس الوقت عشان اجي الكنيسه ويكلموني بالانجليزي لا طبعا احب العرب لدرجه انه كان فيه اكليب لجماعه اصحابنا سنه 63 كانش فيه خالص كنيسه قبطيه رحنا عند ناس سوريان فقالوا لي ده كل الناس اللي جايين خواجات والراجل القسيس السورياني قال لي تقول كذا وما تقولش كذا بس تقول ابانا الذي بالانجليزي قعدت حفظتها وطلعت من الاكليل فخور بنفسي ان قلت بقى اور فاذر هو ارت ان هيفن بالانجليزي الكلام ده شفت بعد ما كنت هنا 3-4 سنين عاوز اقول لك ان الموضوع جراديوال لكن مش عشان الناس اللي هي لسه عاوزه تتقبل الانجليزي احرم الاولاد من القداس الانجليزي لا مش مظبوطه دلوقتي الاهالي اللي لسه جايين من مصر اغلبيات معاهم اطفال صغيرين فطبعا هم هيجوا يحضروا القداس العربي والاطفال الصغيرين دول عمالين يكبروا شويه يدخلوا اولى ابتدائي ثاني ابتدائي ابتدوا يتكلموا انجليزي فالماما النهارده تروح العربي عشان هي بتحب العربي وبتفهم عربي ولا هتضطر تروح الانجليزي عشان ابنها عايز الانجليزي هنعمل ايه الحل ان كل الناس اللي عاوزه تعبد ربنا وتحافظ على الاولاد يعبدوا ربنا كويس لازم يهتموا باللغه وجراديوال يروحوا الانجليزي واللي جايين لسه من المنيا لسه جايين جديد وبيحبوا العربي يبقوا العربي شويه شويه العربي هيبقى قليل بس انا شفت ظاهره وحتى يعني شفتها
مش بس هنا في شيكاغو ابيرنت الحتت، لما يكون في الدرس عربي والدرس انجليزي الناس ما يهمهاش اللغه، يهمها اللي يطلع بس الدين، عشان اما يروحوا يقول لك ايه رحت بتاع وقدرت تتناول وقدرت تعمل وبتاع، شغل فهلاوه بتاع مصر شغل، واخد بالك؟ كل واحد جدعان. ده كل دي حاجات دي مش مظبوطه، مش مهم يصلي ما يصليش، طالع بقى. عايز اقول لك حاجه، عارفين ابونا ديمتر؟ مين ديمتر؟ كان عندك هنا مش كده؟ ما راح مصر واترسم، اترسم معاه واحد تاني جاي من امريكا ولا من انجلترا مش فاكر. وبعدين هو بلده في الصعيد، راح في الصعيد مش ابونا مينا كده الاسيس الثاني اللي معاه يصلي هناك، قالوا لازم تصلي، هو مولود هنا ما يعرفش عربي خالص، القداس انجليزي، طلعوا الناس يقول لك القداس القبط بتاع ابونا ده كان جميل جدا. ويعني مفروض كل الحاجات دي يعني زي ما تقول هو كده يدخل من الباب يقول لك القداس داير، انما مفروض العباده تكون بالذهن، كلمه بالذهن احسن من الكلام كتير مش فاهمين. بس الموضوع اللي انت بتقولي عليه ده موضوع مهم جدا وحاصل في كل الكنائس. انا لسه جاي من مسيساغا، كنا موجودين هناك ونفس الكلام بيحصل، في ناس اختيارهم ان يبقوا مع اولادهم عشان خاطر ان هم يكون الفاميلي مع بعض، بتصلي مع بعض وبتتناول مع بعض. في ناس تانية لسه ما وصلوش للدرجة دي وعايزين ان هم يصلوا، ما فيش فيها عيب، لان هم هيروح يصلوا عربي، لان هو بيشعر ان هو لو راح قداس انجليزي مش هيعرف يصلي. شوية شوية في البيت، لان بقى المهم في البيت، لان ده الوقت الواحد بيقضيه اكتر مع عياله، ان هو لازم في البيت يكون فيه وقت تصلي العيلة كلها مع بعض وتدرس الكتاب المقدس مع بعض. طب هيدرسوه بايه ده؟ ده ما يمنعش ان هو مع العيال وفي العيلة يبقى انجليزي، لكن الواحد لما يخش اوضته ويقفل بابه يكون بالعربي، ما فيش اي مشكلة. فبالتعود شوية شوية لما الواحد يكون ملتزم مع صلاته كعيلة مع بعض هيكون بالانجليزي، هتفهم مش هتفهم ما يجراش حاجة، المهم العيال يشعروا ان كنتوا عيلة واحدة مع بعض بتقروا الكتاب المقدس مع بعض وبتصلوا مع بعض، واللي بيفهم الروح القدس. يعني لو كنت فاهم انك انت بالشرح بتاعك هتفهم العيال مش هيخش، اذا ما كانش الشرح ده من قلبك وبتدعي الروح القدس ان هو يرشدك ويرشدكم عشان صالح العيال عشان مستقبلهم الروحي، مهما شرحت مش هتوصل حاجة. فالواحد لازم يصلي ان ربنا يرشده، وارشاده ده مهم جدا في موضوع اللغة، من غير اللغة العيال هيتوهوا، مش ممكن هتجيبوا العيال وتقول له احنا هنقرأ عربي، طب هم فاهمين ايه؟ مش فاهمين حاجة. انا عاوز اكد على الكلام اللي بيقوله بالنسبة للبيت، ليه؟ لان رفعت عنده تجربة تانية ما انا ما خطش فيها، قاعد مش عارف كم سنة في فنزويلا، 14 سنة في فنزويلا والعيال بيكبروا، طبعا كانوا الاثنين الكبار شوية هنا وهم صغيرين، لكن معظم كلهم بيكلموا اسباني، اسباني كلهم اسباني، لكن كل حاجة في البيت، كان يجيب الحاجات كلها تراتيل والحاجات والبتاع هناك، والبيت هو المعول، عشان كده ما فرقتش، مش بس ما فرقتش، طلعوا كويسين. هو طبعا مش هقول لك طلعوا كويسين، لكن انا عارف يعني خدام واحسن عيال واقباط ارثوذكس وكل حاجه وفاهمين كل حاجه، ليه؟ البيت، البيت مش كاراكاس فنزويلا. لا اتفضل. على فكره عشان بس خلفيه، لو فاكرين ماجي اللي جت اتكلمت قبل كده، ماجي تبقى بنت الدكتور رفعت اللي جت اتكلمت عربي وما اتعلمتوش في البيت زي ما قالت، قالت اتعلمت، دي المفاجاه انها اتعلمته
في نيوجيرسي. صح. عشان تعرفوا اللينك بس عشان ممكن الناس ما تبقاش عارفه. اتكلمت بالعربي. وضحكوا عليها هنا. لا 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 كانت ممتازه، كانت اكتر ممتازه. بالمناسبه برضو لما حد يعلق تعليق يا ريت يقوله في المايك، ان حد بعت لي رساله ان ناس متابعه فبتقول عايزين الاسئله نبقى نسمعها، فحد بعت رساله دلوقتي بيقول كده. احنا مش عايزين تقولوا يعني الخبره اللي بيتكلم عليها عاطف دي بالذات، الحاجه اللي العيال ما نسوهاش جمعه الالام، لان ما فيش حد هناك بيصلي جمعه الالام. وانا لما جيت جبت الكتب من هنا، احنا كان الشركه هنا يعني، انا موجود هناك لكن الشركه هنا، فكانت مسافر كتير يعني، فاروح الكنيسه اجيب الحاجه اللي هي ناقصانا. فجمعه الالام دي كنا نعملها مع بعض بالليل ما يفوتش يوم، وتعودوا طبعا. انا مش كويس في الالحان زي عاطف يعني، فما كناش نعرف نقرا ورا المزمور بالطريقه ولا حاجات كده، لكن كان المهم ان احنا نصلي كويس عشان تخلص. وبعدين الجمعه الكبيره كان في حاجه ظريفه جدا وتعلمناها، كنا نصلي الجمعه الكبيره في البيت وبعدين نروح، كانوا بيعملوا في كنيسه السريان اللي احنا كنا بنصلي فيها، كانوا بيعملوا دوره الصليب والدفنه، وكانوا يجيبوا بالاسباني بقى، كان يقولوا الالحان بتاعه الدفنه بالاسباني، والعيال كلهم طبعا اتعلموا الكلام ده. فكنا بنحب ان احنا بعد ما نخلص الصلوات على حسب طريقتنا احنا، طبعا ما فيش الالحان الطويله، فكان نخلص بدري على الساعه 6 7 كده، كنا ناخد بعضنا ونروح كنيسه السبيان ونحضر المزف. الحاجات دي خبرات العيال اللي يمكن بينسوها، الحاجات البسيطه لا يمكن العيال ينسوها، وعشان كده خليكم بطبيعتكم في البيت، ما تتصنعوش يعني ما تتصنعش انك انت بالعافيه بتقرا انجليزي معاهم، لا خليك حاجه طبيعيه، لان الحاجات دي اللي بتستنى فيها. وما فيش عيل بيطلع مختلف عن والديه من ناحيه ايه؟ من ناحيه التصرف الطبيعي، مش المصطنع، مش الاوامر، مش الطرق اللي هي يا ولد لازم تعمل كده، ولا يا بنت مش المفروض تعمل كده. الكلام ده كله ما بيمشيش، انتوا بتعملوا ايه وهم بياخدوا بالهم منه وبيتشبعوا بيه، وهيبقوا صوره طبق الاصل. ان دي كانت حاجه من الحاجات اللي احنا كنا خايفين منها في الاول. عملنا مؤتمر، مش مؤتمر، ندوه، كنا بنعمل ندوات دايما، كل الكلام ده في 1970 هنا في شيكاغو بعد ما بقى لنا قسيس. فكان ابونا مرقس والناس اللي عندنا قسيس، استنى شويه اوريهم شويه الصور عشان يفتكروا معانا. انت هتاكل الموضوع كده. ف دي من الصور دي بتبتدي 50 سنه فاتت. طيب بلاش ده. طب بلاش ده. ولا ده ولا ده. طب انا طفيت. المهم بالانجليزي ولا بالعربي؟ بالعربي يبقى من ناحيه جميله. لا حول حول. انا على فكره حقلي بالانجليزي دلوقتي. دول طبعا البركه اللي احنا اخذناها في اول اسس يكونوا موجودين عندنا. طبعا كلكم عارفين ابونا مرقس اللي هو على الشمال، ربنا ينيك نفسه، مرقس بشاي كان جه، وكان الراجل عيان لكن كان بركه كبيره للكنيسه بتاعتنا. وبعدين لما تنيح ربنا بعت لنا ابونا شنوده السورياني. لا شنوده انببشوي. ابونا شنوده انببشوي صح. ابونا شنوده انببشوي، وكان الحقيقه ان الكنيسه بتعترف له ان هو رب العيال، على انهم انا قلت هتكلم انجليزي بس هتكلم عربي ما يجراش حاجه. رب العيال انهم يحبوا التسبيحه. كان يقف وسطيهم ويقول التسبيحه ويمسك الدف، والعيال كلهم حبوه وحبوا التسبيحه بالوقت. كان طبعا هو ما عندوش حاجه اسمها وقت. ابونا شنوده القداس يخلص الساعه 2 مثلا، ما فيش مشكله ابدا. بتقول له يا ابونا يقول لك ما جراش حاجه. ما جراش حاجه. اوبس. ورينا هعمل ايه يا ابونا احنا؟ ده اه
يا باشمهندس. دي طبعا ده متهيألي عماد اللي ابونا مرقص من اول الخدمات بتاعه العماد اللي اتعملت كانت في كنيسه، ما كناش لسه بنينا كنيسه، كانت في كنيسه في اوك بارك، وبعدين نقلنا هتشوفوا الكنيسه بتاعه روزيل لما جه سيدنا البابا يزورنا سنه 77، هتبان في الصور بعد كده. لكن الصوره اللي بعد كده ده هنا امبر ويس بيدشن الحجر بتاع الاساس بتاع كنيسه ماري مرقص اللي هي في بالريدج. وطبعا بعد كده الصوره اللي بعدها، بعد كده اخذنا بركه ابونا باسيليوس وابونا تادروس، جم يخدموا في الكنيسه لمده برضو لغايه ما جه بعد كده الاباء الحاليين ابونا صمويل كان موجود طبعا ولغايه دلوقتي ربنا يديله طول العمر ويكمل معانا. بعدين طبعا ده التطور بتاع ماري مرقص، الاول الكنيسه لوحدها وبعد كده الكنيسه والجيم، وبعدين الصوره اللي بعدها دي الكنيسه حاليا اللي احنا بنينا دلوقتي كنيسه الايام. بعد كده ابونا، وهنا طبعا بركه ابونا اسحاق في العذراء، وكلكم فاكرين ان كنتوا بتصلوا الاول عند الرحبات وبعدين ربنا بارك والكنيسه دي اتبنت. وده بنفتكر زياره البابا لينا، زارنا مرتين هنا، هو اكشولي اكتر من مرتين لكن المره من المرات كان بس في المطار. فده سنه 77 وكان احتفال كبير جدا جدا هنا طبعا في البلد، وكنا فخورين بوجوده معانا وعشان كده عملنا له احتفالات كتيره وقعد معانا مده، كانت بركه كبيره لينا. وبعد كده جه مره ثانيه، اتفضل يا مولانا اتفضل، جه مره ثانيه سنه 2001 وبرده كان احتفال كبير، وشايفين الكاردينال جه يحييه في الكنيسه عندنا في كنيسه ماري مرقص، ودشن الكنيسه ساعتها صح. بعد كده بدينا حاجه جديده كانت مهمه جدا بالنسبة للشباب عندنا، وكنا شعرنا ان الشباب بتاع المنطقة كلها لازم يتعرفوا على بعض، بس مش بس يكونوا معزولين في شيكاغو. فكانت فكرة بدت، طبعا عاطف كان يقدر يتكلم على الخبرة بتاعة الفكرة دي بدت ازاي وكده. الاباء الكهنة اللي موجودين في الصورة اللي هو فوق على الشمال دول اباء الكنائس في المنطقة من ديترويت وكليفلاند وملواكي وهنا طبعا شيكاغو كل المنطقه بيتسبرغ وكليفلاند. كان بيجي لنا طبعا اباء اسقفه من مصر، نذكر بالخير طبعا انبا موسى وانبا انطونيوس مرقص وأنبا أنجيلوس وأنبا توماس أنجيلوس وطبعا في الصورة دي كاهن حبيب جدا على موضوع اللي هو أخو أبونا أنطونيوس مرقص اللي هو كان راعي كنيسة أبونا رفائيل، كان راعي كنيسة ديترويت في ماري مرقص في ديترويت، تنيح طبعا. عاطف عايز تقول حاجة في الموضوع؟ لا أنا يعني عاوز أمشي الفكرة شوية الكلام ذلك. أوكي. فما أعرفش وإيه اللي جاي بعد كده. اللي جاي بعد كده برضو من ضمن الألفة مع بعض. تعال نتكلم في الموضوع ده شوية. فاميلي تريبس. كل الحاجات اللي كانت بتحصل من خوفنا علشان الأولاد هيحصل لهم إيه؟ والمجتمع اللي حوالينا إيه؟ طبعًا الخوف ده موجود لحد دلوقتي. لكن الخوف مش كويس. ليه؟ الخوف لوحده يسبب القلق، انما بدل ما اخاف اقول هعمل ايه علشان اخلي الاولاد دي تطلع تعرف ربنا كويس وما تتاثرش بالحاجات الوحشه اللي في المجتمع. ها؟ فدي كانت فكره نمره واحد الكامبس، نمره اثنين الريجنال كونفنشن. صراحه يعني اول واحد شجعنا
ان احنا نطلع بره في بيكنيكس وحاجات زي كده، كان ابونا مرقص بشاعر. لكن الحقيقه الكامبس اللي بتحصل في الصيف دي كانت فكره يعني كده برضو، بسبب ان احنا قاعدين متضايقين ان الاولاد مش عارفين وقتهم الفاضل يشغلوا ازاي ويكونوا مع بعض. لان الشيله دي مهمه قوي، الشيله دي مهمه قوي، وهقول لكم ليه مهمه. فقعدنا بنقول الله، اولادنا يعني مش في مصر، كنا بنروح رحلات بتاع واحنا عددنا قليل هنا، نعمل ايه؟ فواحده صاحبه فريال مدرسه في مدارس احد قالت ده ناس جيراننا بيجيبوا خيمه ويروحوا في حته ويعملوا بيكنيك ويناموا هناك في الخيمه. ده الله كويس. فما رحنا الكنيسه قلنا لابونا مرقص، قال اه طب كويس. فنبهنا في الكنيسه قلنا عاوزين فلوس عشان نجيب اربع خيم. لم طبق ولمنا وجبنا اربع خيم وطلعنا نعمل كامب. لسه بنتعلم جديد ونطبخ بقى بالبتاع وفي دهدوش وحاجات كتيره. كنا كل العائلات مشتركه وناخد الاولاد وبيصلوا مع بعض وياخدوا درس مدارس احد مع بعض ويرتلوا مع بعض، وحاجه جميله جدا. الاباء والامهات مبسوطين ومشغولين انهم بيطبخوا لهم على الجريلنج والحطب والكلام ده. والاولاد بعد كده لحد النهارده الكامبس دي شغاله للنهارده، والعدد ضخم جدا اللي بيروح دلوقتي. لكن تسال الشاب اللي هو عنده 40 سنه النهارده تقول له ايه اهم حاجه فكره ليك من الماضي، يقول لك الكامبس بتاع الكنيسه. لدرجه انهم حتى فيهم كتير ما يروحوش الكنيسه، وتبص لقاهم ساعه وقت الكامب جاني ساعه. طب يا ابني ما تبقى، طب معلش لكن انا احب اساعد في الكامب عشان بيفكرني بحاجات جميله. لازم العيل لما يكون لوحده يعرف ان في مشكله. لو العيل ملوش اصحاب هيبقى عنده مشكله. فلازم انا اشوف له طريقه يبقى معاه اصحاب كويسين. يعني مفيش حاجه اسمه الوحده خير من جليس السوء، فاين اوكي، بس مش هيقعد وحده كتير، هياخد اشوف جليس السوء. او اذا كان لونر مش قوي قابل ناس هيبقى نفسيته مش مظبوطه. فلازم نفكر بطريقه جماعيه، احنا كوميونتي. لما تقرا اعمال الرسل بيقول لك ايه؟ كانوا يتناولون الطعام بابتهاج. كانوا فين؟ في الكنائس، في البيوت، كانوا مع بعض. فدي حاجة أنا أشعر إنها نجحت ولازم نكمل فيها وبالكل الإمكانيات اللي موجودة دلوقتي. تشوفوا طبعا بعض الحاجات بتاع البيكنيكس. بس على الموضوع ده لازم في أسئلة، فإحنا هنقف لغاية ما تسألونا وإلا مش هنكمل، لأن إحنا مش جايين نوعز، إحنا جايين نتناقش ونشوف اللي جوه إيه وهو منه كلنا نحن نتعلم وإنتوا تتعلموا. أنا ليا بس تعليق بسيط أخد رأي حضرتك فيه، إنه ساعات من كتر الخوف الشديد إحنا بنخلي ولادنا محصورين بس جوه الكنيسة، ودي نقطة وقعنا فيها في مصر. بقينا النادي في الكنيسة، الجيم في الكنيسة، بنروح مع أصحابنا في الكنيسة، فبدأنا ننعزل عن المجتمع، والسنين اللي فاتت جانينا كتير، مش عايزين نخوض في التفاصيل. حلو ان احنا يبقى لنا اصحابنا من الكنيسه والكامب، وانا مش ضد ده خالص، بالعكس ده حاجه رائعه والكنيسه بتعمل مجهود جبار، لكن في ناس بره كويسين برضه، مش كله وحش. في المدرسه في كويسين، في الجيران في السب ديفيجن في كويسين، لازم برضه نفتح المجال لاولادنا يشوفوا ايه اللي بيدور بره. المجتمع الضيق خطر والمجتمع الكبير برضه خطر، الوسطيه كويس. انا مش عارف راي حضرتك ايه. الكلام بتاعك مظبوط 100%، وانا متاكد ان اللي بينحصر في حاجه زي ضيقه بيطلع غير ناجح في المجتمع. عشان كده برضو اولادنا ليهم نشاطات واصدقاء في المدرسه بتاعتهم، لكن في نفس الوقت الحاجه الغالبه في الويك اند، الويك دايز بيروحوا هنا وبيشتركوا في
الريونيانز والسبورتس. يعني انا الواد ابن جوزيف ابني دلوقتي بريزيدنت هيز كلاس في المدرسه هاي سكول، ويعني بنشجعهم وكويسين في الالعاب وبتاع. دي حاجه مهمه، الكلام بتاعك ده مهم جدا. كل ما الايد الفاضيه ايه؟ بطاله، نجسه بيقولوا كده في مصر. ها؟ فلازم يعني الاب والام يتعبوا نفسهم عشان العيال يبقوا مشغولين. مشغولين حاجات بناء. ما يقلقش ما عندوش وقت للكلام الفارغ. هي نقطة مهمة جدا اللي أنت قلتها زي ما قلت دكتور عاطف، بس المعول على الآباء وتشجيعهم، لأن في إحنا كتير مننا خايفين من الناس اللي حوالينا. طب إحنا جينا ليه البلد دي إذا كنا إحنا خايفين من الناس دي؟ يعني إزاي يبقى كده؟ إزاي الواحد جاي بلد ويقول كل الناس دي الناس وحشين، لكن أنا اللي كويس الوحيد اللي في وسطهم؟ ده كلام فاضي. حضرتك قلت كلمة كويس، إن هو في ناس كتير جدا كويسين، مش بس كويسين، أحسن مننا مليون مرة. وهيحكي لك على حاجة هو في المناولة، يعني الواحد بيقشعر لما بيسمع الناس دي بتتعامل مع المناولة اللي ما هياش جسد ودم صحيح، وإحنا لما نيجي للجسد والدم اللي إحنا مؤمنين إن هو جسد ودم، إزاي بنتعامل هنا؟ فالموضوع اللي انت اثرته ده معول كبير جدا على الاباء من العيال صغيرين كده، في اول في كيندر جاردن وفي فيرست جريد والكلام ده. تشجيع مهم جدا بس بحرص وبحكمه، من غير ما الواد بيفهم انك انت بتحاول انك انت من وراه بتشوف هو بيشوف مين، صاحبه وصاحب عياله، واعزم عياله كويسين او وحشين، هاتهم البيت لغايه ما تعرف مين اللي كويس ومين، من غير ما الولد يشعر انك انت يو ار تشيكينج اون هيم اند سكند جيسينج هيم، لان دي هتخلي جواه نوع من عدم الثقه في النفس، ودي نقطه مهمه جدا ان الواحد يعملها. واهم ناس الجيران، واحنا اسوأ ناس نحب الجيران لسبب او اخر. الجيران دول مشكله كبيره جدا وملناش دعوه بيهم، مش اقباط. فالنقطه اللي انت حضرتك ذكرتها دي نقطه من النقطه اللي احنا كانت عندنا، لكن كويس انك انت جبتها في الاول، لان دي نقطه مهمه جدا جدا، وخصوصا في نشاه العيال وهم صغيرين. لما بيكبروا اتس تو ليت، لان عرفوا رايك ومش هيشتركوا معاك، لكن وانت صغير العيال صغيرين يثقوا انك انت بتحب الناس كلها، هم هيطلعوا يحبوا الناس كلها. ودي نقطه مهمه من ناحيه النجاح. سيبك من المدرسه، الواحد لما هيروح يشتغل في جو، مشكلتنا في الشركه، انا بتكلم على الشركه اللي انا كنت فيها، مشكلتنا الناس اللي هو عايز يقعد في الكرسي بتاعه والكيوبيكال بتاعه ده وملوش دعوه باي حاجه في الدنيا. يا سيدي الناس عايزه تفهم انت بتعمل الكلام ده ليه؟ لا انا ماليش دعوه، انا هديله الحل وهو ياخد برايي وخلاص خلص الشغل. يا سيدي لازم نقنعهم ان احنا اللي بنعمله ده حاجه مناسبه. لا لا انا ماليش دعوه، ما دونت باذر مي، اي ام ان انجينير واي نو وات ام دوينج وفورجيت اباوت everybody else. This is why they come to me because I'm the expert. Everybody else doesn't know it, I am the only one that knows it. ودي المشكلة بتاعت جزء كبير جدا من دراساتنا، ان الواحد بيفتكر ان هو خلاص الخبير وربنا بعته يعني للناس دي كلها عشان خاطر الناس تسمع كلامنا. ده من العزلة يعني. لكن يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا اول حاجة على ان العبادة تكون بالذهن ومفهومة، ونوصلها للأولاد باللغة بتاعتهم، ونحاول نقبل معاهم ونحفظ وياهم ونرتل وياهم. احنا تعبنا في السنين الاولانيه، ما كناش نعرف ترتيل انجليزي كتير، ترجمنا حاجات من مصر وبقينا نقولها، وبعض حاجات التراتيل دي كانت كويسه وبعضها العيال ما يعني ما مشيتش.
في دلوقتي تراتيل تاني كتيره وكويس قوي الكترونيكلي والانترنت بتاع مليانه تراتيل بالانجليزي. ارجوك ان احنا نتعلم تراتيل انجليزي. انا عارف ان جيرمين حسها جميل جدا وبتقول حاجات عربي جميله بحيث ان انا لما باجي هنا الاجتماع بتبسط جدا. بس ده انا لو جيبوا الاولاد الصغيرين مش فاهمين حاجه صح. انا عايز اضيف حاجه بس كمان على النقطه اللي فاتت معلش، انه مش بس ان احنا نتعامل مع المجتمع، احنا كمان عايزين نكرز، عايزين يعني دي رساله لازم نكون بنحملها. واحنا كنا بنتكلم الاسبوعين اللي فاتوا على اتكلمنا مره على الكرازه ومره على مستقبل اولادنا، انه احيانا كتير نقول ايه نبص على اللي عندنا، بس احنا عندنا اولاد احنا لسه ما خلصناش اللي عندنا لما نبص بره. لا، ما احنا اللي عندنا لما يحملوا رساله هنخدم بتوعنا وهنخدمهم بانهم يدوروا على رسالتهم بانهم يشهدوا بره. وبالتالي الكرازه مساله مهمه، يعني موضوع الخروج مش بس لاجل الخروج لكن كمان لحمل الرساله. ده امر اعتقد ان احنا نحمل اولادنا بيه شيء مهم. انا شفت اولاد كتير من اولادنا بيجيبوا جيرانهم. بس دي نقطه مهمه اللي بيتكلم عليها ابونا، هي ايه الكرازه؟ هتسمعوا الراجل اللي جاي يتكلم بكره، افتكر الراجل العراقي اللي تحول، هو عراقي ولا هو مغربي ولا حاجه كده، اتحول بقي مسيحي، هيحكي لكم اتحول ليه. محدش قال له تبقى مسيحي، محدش. ها؟ اتحول لان الناس اللي تصرفاتهم حواليه المسيحيين كانت تصرفات مسيحيه بمحبه فائقه. الراجل اتغلب بالحب اللي حواليه. ودي النقطة اللي أبونا بيتكلم عليها. أنا بتكلم في الموضوع ده لأن أنا قايلين لي إن أروح أتكلم مع الخدام بتوع مارجرجس على هذا الموضوع، إزاي موضوع التبشير. فأنا بفكر فيه بقالي ثلاث أيام. وجات لي فكرة الراجل اللي إن هو الواحد أكتر حاجة أوفند سمبري تروح تقول له ابقى مسيحي. طب هو مسيحي، لكن لما يشوف تصرفك انت من غير ما تقول ولا كلمة هيحب انت ايه، انت ايمانك ايه، دي اهم حاجة. لكن لما انا اتصرف مع جيراني ان انا مش عايز اشوف خلقتكم، وحتى لما اشوفهم ما اقول لهمش حاجة خالص، طب هو ده تصرف مسيحي؟ ازاي ان انا برسل رسالة حب للناس اللي حوالينا وانا مش عايز ولا يدعم بيكم، بكشر كده كل ما اشوف حد حواليا بكشر. ما يهمكش. اتفضل يا انا عايز اقول انه ما احنا اتكلمنا الكلام ده يوم الجمعه اللي فاتت. وبعدين السبت جالي حد من الولاد هنا في الجونيور هاي وقال لي انا جبت ولد من اصحابي. وقالوا لي اصحابي انت جايب ده ليه؟ انا عايز اقول معين الحقيقه انا بشهد دايما انه الشعب هنا الناس الكبار استقبالهم للناس اللي جايين من بره استقبال جيد جدا، افضل بكتير ممكن تتوقع. لكن المفاجاه ان الاولاد مش متعلمين يقبلوا المختلف. حتى انا دخلت حد من قدام وقلت له يبقى ده ممكن تبقى معانا الكوردينيتور بتوع مدارس احد وبتوع جونيور هاي، دي ممكن تبقى سيرس نتكلم فيها. الولاد اكثر انغلاقا من الكبار، دي مفاجاه، دي مفاجأة. واللي عايز يعرف اسم الولد اقول لكم اسمه وانتوا تشوفوا. بس ده جاي من فين يا مونة؟ مننا طبعا. ما فكرناش من البيت لانه حد ما حدش قال له حاجة، لكن شايف البيت كده تنس لما بيشوفوا حد غريب. ها؟ يعني كده زي ما يقولوا الحكاية اتكهربت من غير ما حد يقول ولا كلمة. أول حاجة اتكلمنا عليها اللغة. تاني حاجة اتكلمنا عليها لما العيال بيكبروا بنهتم بحياتهم الاجتماعية تكون كويسة، بنعمل لهم بيكنيكس وبنعملهم كامبس. عايز افوت ده. واخيرا ها عملنا كونفنشنز كويس. وكونفنشنز دي باي ذا واي ان اول يونايتد ستيتس ستارت فروم هير. بيفور ذات ذير واز نو كونفنشن، نو بيشوبس. واول سنتين ثلاثه ما كانش فيه لا بيشوبس، بس كنا نصر ان كل كنيسه تجي لنا سواء كليفلاند سواء ديترويت سواء
لازم الكاهن بتاعهم يكون موجود والاولاد كلهم يعترفوا ويوم الجمعه يبقى فيه قداس وكل الاولاد اللي في الكونفنشن بيتناولوا بعد ما اعترفوا مع ابائهم. بص انا حطيت النقط اللي انت كنت عايزها يعني. اي طيب كمل بقى. كم انا خلاص خلصت الصور. فنمشي في النقط دي. انا شايف حاجه. طيب بتشوف. النقطة المهمة اللي مكتوبة دي احنا اتكلمنا كتير على النقطة الأولانية اللي هي spiritual and culture، يعني اتكلمنا كلام كتير، لكن النقطة الثانية دي نقطة مهمة جدا اللي دي يعني عاطف مصر عليها. commitment to Christian values especially truthfulness. الكالتشر بتاعنا في مصر وفي الميدل ايست كله الفهلوة. يعني ايه الفهلوه؟ يعني مش ضروري اقول الحق، يعني ما اجي املى ابلكيشن اعمل حاجه في حاجه كده يعني سيبها بالك. ده يقولوا عليه هنا كذب لاين. كان عندنا اكسبيرينسز فيري باد، وكان فينا يعني ما احناش جايين من السماء، احنا جايين من مصر. يعني مثلا كان مره يكتبوا الابلكيشن عشان ميديكال انشورنس بتاع اول كاهن لينا هنا، فاللي عملوا كده does he have any sickness no does he مش عارف ايه، هو راجل جاي عيان هنا عشان يتعالج. فلما رجع بقى جاد العلاج guess what الانشورنس دفعت ولا نكله، كل حاجه دفعناها من جيبنا. ليه؟ احنا واخدين على كده في مصر تلصق الحكاية. في حاجات كتيرة بيجي الاميجرانس جداد ويقولوا كلام أي كلام. جاي لجوء سياسي. ليه؟ اضطهدوني في مصر جدا. ولا اضطهدوا ولا حاجة. وده كذب. صح ولا لا يا هنا؟ الخطورة بتاع ده على العيال. لان لما العيال بيفهموا وبيعرفوا كويس قوي، اما الواحد العيل بيشوف الاب او الام بيقول كلام غير صادق هيكون تصرفه ايه؟ ما احنا اتفقنا ان هم تصرفهم بالظبط هيكون زينا، مفيش فرق كبير. بس المشكله بتاعته بقى انا ممكن ان انا اقدر ادفق واهرب بطريقه او اخرى، لكن العيال مش هيعرفوا الكلام ده. العيال هيتعلم ان الكذب ده از اوكي، ولو كذب مره واحده في المدرسه خلاص العيل ده انتهى بالنسبه لسمعته. الأسوأ من كده لو كذب في الشغل مش هيلاقي شغل تاني، لان هتطلع عليه شغل. البلد دي مهم جدا ان الواحد، طبعا انا بقول الكلام ده لكن مبدئيا لازم انا كمسيحي احط دي قدامي. هو الكالتشر في مصر في كده يعني السعر بتاع الحاجه كذا، لا يعني اكتبوا اقل عشان ما ياخدش كاستمز كذا، دي حاجه عاديه. هو الصدق حضرتك في كل حاجه يعني دي قاعدة أساسية، وطبعا هنا واضحة قوي. الكمان لما الإنسان ما بيبقاش صادق دينيا، يعني الواحد يمثل على ابنه إنه في الكنيسة قاعد يصلي وتقي وروحاني، يروح يشوفه في البيت بيزعق وبيشتم ومش عارف بيعمل إيه وبيكذب، الولد بيحصل له ازدواجية، بيشوف شخصيتين منفصلتين. فإحنا بنأذي ولادنا بعدم الصدق مع النفس في الاول قبل مع الاخر، يعني لازم ابقى انا مع نفسي جنوين اللي هو كده قبل ما اطلع حتى بره. فدي حته مهمه احنا ما بناخدش بالنا منها ساعات. بنكذب مش عارف قول له مش موجود، قول له نايم، حاجات بسيطه ساعات الكالتشر بتاعت، لكن الولد بيبص على بابا مامته بتتكسر قدامه. بعد كده في ناس بتكره الموضوع خالص، يقول لك كله بيمثل، الولاد بيقولوا كده احيانا. فدي حته خطيره، وشكرا ان حضرتك اثرت الانتباه ليها. يعني يبقى اذا الموضوع وما فيه كمسيحيين لازم يكون كل واحد منا، طبعا انا ما بقولش انتوا وانا خلاص وصلت، لا انا محتاج الحكايه دي كل يوم،
يكون لي علاقة شخصية بالسيد المسيح كل يوم. وساعة ما حالتي تتعب شوية مرات ايه صديقي يعمل ابونا البلد كلنا ككوميونتي كلنا علاقة بالسيد المسيح. ما يهمنيش بيعرف كم هزة في اللحن دي سنوية، لان كل اللي بيعبدوا لازم يكون لهم علاقة شخصية بالمسيح. وإلا بص تقول كل ده خلقنا الجيل اللي بعدنا بالمنظر ده. أقول لكم ليه بقى كده؟ أنا عندي ملاحظات في الخمسين سنة اللي فاتت. I know إن في ناس زمان أوي كان يجي بالبيجامة سايق العربية ويجيب الولد عشان يلحق لأبونا ما لبسوش شماس. نزل على باب الكنيسة وهو يرجع للبيت عشان إيه يريح شوية ويعمل ويجي بقى بعدين. الأولاد شمامسة. الأولاد فين دلوقتي؟ هو ليه؟ الفكرة إن الديانة دي للعيال. وهم رب زي بابا. بهمش أوي. أو شكليات. شفت أنا حاجات أنا يعني عندي أمثلة للنوعين. أمثلة للناس اللي نجحت روحيا والناس اللي فشلت. كلنا بنخطئ، لكن في ناس عايشة في التوبة. أنا ببسط جدا لما بسمع أنبا موسى في التلفزيون في سي تي في. أهم نقطة في كل اجتماع عامله في حكاية شباب على طول ده أب اعترافك. أب اعترافك، بتروح لأب اعترافك ولا تأكد إن الأولاد، وأنا عارف الأولاد، تقول له من هنا للصبح روح اعترف، مش شايف لا أبوه وأمه بيعترف ولا حاجة، وبيجوا الكنيسة داخل على ده. يجوا وبرضه مفكر إن الموضوع ده بس إيه من درس مدارس أحد بتاع بيقول له كده دلوقتي، لكن هما يكبر مش مهم الحكاية. الكلام ده لينا كلنا ككوميونيتي. لأن دي الحاجات هي اللي بتضعف الكنيسة. تضعف. احنا الحقيقة مبسوطين منك جدا انك انت بتسأل. طب معاه الميكروفون. طب والباقي ما احنا اكيد في اسئلة، اتفضل. هو انا هنتهز كمان وجود مدام فريال معانا طبعا حضراتكم، بس انا هي ناحية تربوية شوية بخصوص مدارس الأحد والمدارس الحكومية اللي عندنا. فالواحد لو راح عمل فالنتير او احتك بالمدارس اكتر بيلاقي اسلوب المدرسه، وطبعا معظمنا جاي عشان التعليم عالي جدا، وبعدين يجي مدارس الاحد والدروس اللي بتتاخد والتكنولوجي بتاعتها في جاب كبيره بينها وبين بعض. فايه الحاجات اللي ممكن تتعمل بحيث بامكانيات الكنيسه تبقى دروس مدارس الاحد والمواضيع، وخصوصا دلوقتي المواضيع اختلفت، لان بالمجتمع بالافكار الجديده اللي احنا فيها، بتكلم على الجيل اللي طالع بتاع سنتين مثلا، لو احنا مستمرين بنفس مدارس الاحد مش هنلاقي عيال كتير بتيجي. ففي جاب جامده قوي ما بين المدارس وطريقه السيستم بتاعتها والمبادئ بتاعتها اللي بتحطها، ونيجي للكنيسه الطفل بيجي يلاقي شكل تاني. فزي ما حضراتكم قلتوا بيبقى في ازدواجيه في المدرسه، ماشي مستقيم وعارف حدوده وعارف الغلط والصح، وبنيجي الكنيسه العكس بالظبط، بيتعامل كله مفتوح وكله متاح وكل الاستثناءات ديت. فايه الناحيه اللي تتعامل بحيث نقرب ما بين جو المدرسه وجو مدارس الاحد، بحيث يبقى على قد ما نقدر يبقى في يعني حلقه مشتركه يعني. فريال السؤال ليك. فريال الميكروفون دلوقتي عشان التعليم. يلا يا ست ربنا يساعدك. سؤال على فكره مهم جدا، وده سؤال واقعي العائلات كلها بتعاني منه، لان احنا عارفين ان اغلب المدرسين دلوقتي ليبرالز. We know what liberals mean. They are not for any religion. In fact, if you talk about religion in school, you are looked at as a nerd or whatever. فيعني مهم جدا النقطة اللي حضرتك فريال، هي أكتر واحدة تعرف في التعليم فينا احنا. لا هتكلم على برضه يعني كأنا فكرة، انت ما جيت هنا كنت قلقانة على أولادي، يعني هربي أولادي إزاي؟ ف
سألت أبونا تادرس طبعاً ده مثل الأعلى القديس، سألت أبونا تادرس لما جه هنا قال لي أهم حاجة نربي أولادك مش عشان الطريق الأمريكاني أو الطريق المصري، طريق الإنجيل، الإنجيل بيقول إيه على الحاجة دي. فكنا أول حاجة نقول للعيال في كل حاجة What does the Bible say about this point of view؟ طبعاً أول حاجة كانت شغلتنا هنا لما أولادي بقوا في سن المراهقة بوي فريند والجيرل فريند والحاجات دي، فكان أهم حاجة بنشوف البايبل بيقول إيه على النقطة دي. فبنمشيهم تبع الإنجيل لا تبع الطريقة المصري زي ما قال لي أبونا شنودة أبونا تدرس مالتي ولا الطريقة الأمريكاني، بنمشيهم تبع البايبل بيقول إيه. فمهم قوي نمشي تبع الإنجيل، عشان كل يوم نقرا معاهم الإنجيل ونقول الحاجات اللي تقابلهم في المدرسة وإيه اللي زين عليكها، الإنجيل بيقول لي على الحاجة دي عليكها إزاي. وبعدين نحط الأساس أهم حاجة السن الصغير زي ما قال دكتور رفعة، بسن أول ما يتولدوا سن سنتين لحد ستة أهم سن بتحطي فيه الأساس، الأساس محبة ربنا، لو حطش الأساس كويس المبنى مش هيبقى كويس. أنا بكلم على سيستم مدارس الأحد نفسه وسيستم المدرسة، مش جو البيت، يعني مش تنشئه الطفل في البيت. انا دلوقتي بجيب الطفل في الكنيسه وفي نظره للطفل بيبص فيها للمدرسه ونظره بيبص بيها للكنيسه، النظره مش متوحده بسبب اختلاف اختلاف السيستم، وطبعا في ضرب في الاثنين. فاحنا زي ما حضراتكم قلتوا قبل كده ان احنا بنتكلم انجليش عشان نوحد الحاجه، فدي النقطه اللي انا بتكلم عليها، سيستم مدارس الاحد وسيستم المدارس البابليك نقربهم ازاي لبعض بالطريقه اللي الولد يطلع فيها زي ما بيحترم الرولز بتاعه المدرسه، عارف حاجه الكنيسه دي من ناحيه، ومن ناحيه الدروس اللي بتبتدي زي ما بتتاخد بطريقه فيها انتر اكشن في المدرسه نفس الكلام تبقى قريبه الى حد ما بامكانيات محدوده لمدارس الاحد. فانا دي اكتر من تنشئه الطفل في البيت، بتتكلم على تطوير المناهج وتطوير طريقه التدريس. الكلام ده جميل جدا. انهي سنه حضرتك تكلمي؟ ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي؟ ها صح. طبعا فهي الفكره ان احنا نوحد الجو الانفايرمنت للطفل ما بين الكنيسه والمدرسه، زي بالظبط فكره الدكتور عاطف قالها بتاع توحيد اللغه، انا بشيل العربي واحط الانجليش عشان احط جراوند واحده. طب احنا دلوقتي ده كان مثلا ممكن يعني قبل كده، دلوقتي احنا في حاجات ظروف جامده الاولاد بتعاني منها بلا شك، في جاب بين الكنيسه وتدريس الاولاد والمدرسه بلا شك، لان في طرق تدريس حديث كتير والاولاد متعودين عليها وبيجوا الكنيسه يلاقوا حاجات بدائيه. مش ممكن ابدا هنبقى زي السيستم بتاع البلد اللي في المدارس، لانه في ريسورسز كتيره وتدريب كتير، واحنا هنا بندور على مدرسين ودراسات مدارس الاحد بالقوه، واخد بالك؟ لكن الكلام بتاعك مظبوط، but we have to do something، لازم يكون انتراكتيف ولازم يكون في شغل، كل واحد يشتغل يبحث عن الموضوع يتكلم فيه، والأسئلة كل الحاجات دي مهمة جدا. خليكي معانا هنا. لو في إمكانية إن اللي إحنا نعمل زي ما بيبقى في كل كنيسة ليها بورد، يبقى في حاجة زي كوميتي تتعمل لمدارس الأحد، زي وضع مناهج لمدارس الأحد، تكون فيها مثلا لو الكنيسه فيها مدرس يخش فيها، لو فيها يبقى ما بين مدرس ما بين حد بيفهم في التكنولوجي ما بين شاب في كليه. كلامك جميل وعاوزين نسمع ابونا مرقس هيقول ايه. انا هقول كام حاجه. هو طبعا ده اقتراح ممكن يدرس، جميل اقتراح انه يتعمل، فكره ان يبقى فيه زي ما بيسموها ثينك تانكس، يعني ناس برضه كويس معانا جورج واندريات وكريستين، ناس كتير وشيرين يخدموا في مدارس احد، وبرضه اماني بتخدم مدارس احد. فعايز اقول انه اول نقطه انه من الشكاوي، ودي نقطه
حتى الخدام بيشتكوا منها، محتاجين كلنا ككنيسه نشتغل عليها، انه الاولاد بيحترموا الرولز في المدرسه وبيابايد بيتبعوا بعض القواعد في المدرسه، ما بييجوا هنا بيخطئوا. وبالتالي احنا محتاجين نحط قواعد، ودي نقطه محتاجه الكنيسه من اول الاباء للخدام للاهالي برضه، مهم انهم يتعاونوا معانا في دي. يعني لازم الاولاد، ليه الاولاد ما يقدرش يتجاوز القواعد في المدرسه وبيقدر يتجاوزها في الكنيسه؟ فدي عايزه نشتغل ان احنا نحط قواعد نلزم بيها بطريقه فيها حب، من غير ما يعني مش مساله ما نتحولش الى انه يعني احنا مدرسه، لكن في نفس الوقت في قواعد. فدي نقطه اعتقد مهمه. النقطه الثانيه انه زي ما قال الدكتور عاطف، احنا في حاجات كتير مش هنقدر، ريسورسز اكبر، حتى المدارس الخاصه ال مش قادره تتابع، يعني البابليك سكول سيستم اقوى بكتير جدا من البرايفت سكولز، لانه مش قادرين يلاقوا فاندز تقدر وبالتالي دي نقطه. بس ردا على دي، الكنيسه ودي فيها شغل من الكنيسه وفيها شغل من البيت. الكنيسه عندها ما هو اقوى، عندها المحبه، عندها العلاقه الشخصيه، ده جزء من ناحيه الكنيسه، وعندها طبعا الكنيسه بعمقها والمسيح والعلاقه الشخصيه. العلاقة الشخصية بين الخادم والولد دي حاجة مش هيلاقيها في المدرسة. ممكن يلاقي المدرسين متعاونين لطاف مش عارف ايه، لكن الخادم اللي بيحبه نقطة كبيرة جدا. ومن ناحية تانية دي على البيت، ان احنا من لازم نفهم الاولاد انه المسألة مش انه الكنيسة دي احنا دي مدرسة، دي ساندي سكول ودي البابليك سكول، دول في منافسة مع بعض. لا لا لا، لازم اعلم الولد ممكن الكنيسه تبقى مش في التعليم على نفس الستاندرد بتاع المدرسه من جهه الامكانيات، لكن اساعدهم انهم يشوفوا انه دي حاجه ودي حاجه. مش بقول ان ده معناه انا ببرر ان الكنيسه تفضل مثلا ما بتطورش ما بتفكرش، ما بقولش كده، لكن بقول ان برضو دور البيت انه يساعد في انه يعدل النظره. دايما اقول لو الولد ابني مثلا جه قال لي انا مثلا ليه ما عنديش زي فلان، فلو انا اتكسرت قدامه وقلت له يا ابني ظروفنا على طول يجي له احساس بعدم الرضا. ليه؟ لانه انا مش راضي، انا حاسس ان انا مش راضي، فهنقول له عدم الرضا. لو انا قلت له نشكر ربنا احنا كويسين وفعلا بصدق مش اللي هو بمثل، يعني هيتنقل له الاحساس دوت. فعايز اقول ان احنا ازاي بنستقبل ردود افعال اولادنا امر برضه مهم قوي في ضبط الامور. واخر حاجه انه الكنيسه محتاجه تشتغل على الرولز، ومحتاجه تشتغل على انه نفكر. واعتقد ان جورج برضه، احب ان جورج يعني ممكن يبقى عنده اراء او حاجه عايز تقول حاجه. عايز اقول لحضرتك انا يعني بقالي قربي المايك بعد اذنك 40 سنه في مدارس الاحد، حاسه ان تطورنا جدا في مدارس الاحد. دلوقتي كل فصل في مدارس الاحد عندنا في كمبيوتر، وبندي الدرس بطريقه مشوقه غير الاول، غير من يعني 40 سنه ما كانش عندنا الريسورس دي. كل الدرس دلوقتي بنديه على الباوربوينت او في كمبيوتر، بنديهم اكتيفيتيز، بنديهم يعني اكتيفيتيز كتيره جدا على الدرس، مش بس نقعد نتكلم، اخذ وعطى ونخليهم يكتبوا حاجات في الفصل، ونخليهم يعني بنشركهم في كل حاجه. يعني طريقه التدريس بقت يعني مشوقه جدا عن ما جيت انا، ما جيت 40 سنه ما كناش عارفين يعني ازاي ندرس كويس، لكن دلوقتي يعني تطورنا جدا في مدارس الاحد. لحظه على المايك قطع، احط لي البطاريه. عاوز اقول حاجه، ان زي ما ابونا مرقص عارف وكان بيقول قبل كده، ان مدارس احد دي حاجه جديده على الكنيسه القبطيه في مصر وهنا وكل حته، كويس؟ فالبيت البيت البيت، والموضوع ما هوش معلومات يا سيادنا، علاقه شخصيه مع ربنا، صلاه مع ربنا. الولد او البنت هيروحوا الجامعه بعيد عنك، طيب دلوقتي السلوك بتاعهم هيبقى ايه؟ مين اللي شايفهم؟ هم عارفين في علاقه بينهم وبين ربنا، لانهم اتعلموا كده في الكنيسه، وتعلموا يتوبوا، وتعلموا يعيشوا ما في مخافه ربنا. لما يروح اي حته ما تخافش عليه.
ليه؟ لأنه عنده علاقة شخصية بربنا. أنا أنتوا بتزعلوا كتير من بعض البروستانت اللي بيقولوا عرفت المسيح إمتى. أنا ما زعلتش من الحكاية دي. ليه؟ لأنه لما الشخص ده يقول لك أنا عرفت المسيح وأنا عندي مثلا 16 سنة، الجدع ده فكر بالضبط وعمل علاقة بينه وبين المسيح وابتدى ايه يرجع. دي التوبة عندنا، احنا مفروض نعيش بالتوبة طول عمرنا. دي مش هتتكون في المدارس الأحد. مدارس الأحد تعاون في ذلك، تساعد في ذلك، بس انما الوالدين عليهم المعول. وحتى لو قالوا لكم غير كده في كل حته مفيش، لان دلوقتي الولد بيجي مدارس الاحد نص ساعه بالاسبوع، ساعه هو مع والديه، سبع ايام في الاسبوع. اتفضل يا جورج. قرب قرب المايك. المدرسة فيها عقاب وفيها كريدت، هو الولي الأمر بيبقى منفذ منفذ للأوامر بتاعت المدرسة. هنا في الكنيسة ما فيش تنفيذ للولي الأمر نفسه، سايب الكنيسة دوت، هم بتوع مدارس الأحد هم اللي يقوموا بالتربية وكل حاجة يعملوها بتوع مدارس الأحد. الخدام هم اللي يعملوا، ابونا هو اللي يأدب، هو اللي ولدي انا مش كويس اروح لابونا على اساس يأدبه لي، مش اللي انا اربيه كويس من بيتنا. انت بتتكلم على مسؤوليه انه في الاخر البيت هو المسؤول، يعني متاكد ان ده على فكره الاخوات. انا مش عايز ابوظ الانكل الاقتراحات في قاله ابونا قاله، الحقيقه يعني كانت قال اني مور، يعني الحقيقه هو حتى مدارس الأحد كل شغلها يعني بنحاول نقول إن هو did you bring Christ to your class today؟ يعني في اجتماع الخدام مثلا نتجمع نقول نسأل بعض كده did we bring Christ to our classroom today؟ It's not about information، مش it's not about anything else. والجول يعني حتى بنقول للولاد للخدام يعني مش مهم ناخد attendance في مدارس الأحد، عايزين ناخد attendance في القداس وفي التسبح. دية الهدف بتاعنا ان احنا نربطهم بالسيستم الليتورجيكال بتاع الكنيسه، ان هو ازاي يحضروا القداسات، ازاي يحبوا التسبحه، ازاي يحبوا ونساعد الاهل بالتولز. يعني قلنا كل ده حاجه، والحاجه الثانيه برضو انه برضو محتاجين نطور، يبقى في ابس كويسه للولاد، يبقى في كريكلم محترم ليهم، يبقى يعني افعلوا هذه ولا تتركوا تلك. بس الانفسيس زي ما دكتور عاطف ودكتور رفعت ابونا وكده يعني انه اتس اول اباوت ذا ريليشن شيب وات ايفر ميكس بقى، يعني وات ايفر يعني جت ذا برينجينج ذا ريليشن شيب انتو ذا سنترال بوينت اوف ذا سيرفيس. يعني انا اذا قلنا حاجه احنا على فكره اتاخرنا خلاص احنا جرمين بس يا ابونا احنا اتاخرنا، لكن واضح ان احنا مش هنسيبكم. يعني لا ما احنا عندنا مره ثانيه، احنا عندنا مره ثانيه، احنا مبسوطين بيكم ومش هتقدروا تخلصوا مننا. يعني لا لا كلها نتمنى. انا عايز اقول برضو في يعني في افكار في انه بنحاول ان يبقى في تطوير. يعني مثلا ابونا بابلوس الحقيقه من الناس اللي مثلا بقى له فتره حتى في اجتماع الاباء انه عايزين مثلا منهج المهرجان يبقى اكثر بيمس الولاد هنا هوت. فمثلا في تفكير انه يبقى فيه ابولوجيتكس مثلا انه ايه التطور وفي مجموعه دلوقتي شغاله في انها تحاول تعمل منهج. صلوا ان ربنا يدي نعمه ووقت للناس والفكر انها تقدر تنتج حاجه تبقى على مستوى بحيث انه يبقى ده المنهج بتاع المهرجان للسنه الجايه. اللي عايز اقول انه في افكار لكده، في افكار انه يبقى في مثلا انترفيس على الانترنت، حاجه زي الوسائل الجديده لو تسمعوا مثلا في حاجه اسمها خان اكاديمي، ففي تفكير انه في حاجه زيها تبقى كوبتك اكاديمي، تبقى حاجه وسيله. الكلام ده كله مش سهل، الكلام ده يعني خان اكاديمي دي خدت فند من مش عارف 2 مليون ولا مليون دولار، كان 2 مليون اول حاجه، كانت 2 مليون من بيل جيتس ماشي. والراجل اللي عملها سلمان خان ده خريج ام اي تي يعني نمره واحد في امريكا. يعني صدقوا ان ربنا يبعت لنا ناس من ام اي تي ويبعت لنا، لكن
لكن عايز اقوله انه في محاولات، لكن عملنا ده وبقى موجود ومفيش الحاجات الثانيه مش هي اللي هتتاثر. نحاول في كل السكك، يعني مش بنحاول، احنا مش بنربي الكوره لبعض يعني، لكن نقول احنا نفسنا كلنا بنشتغل مع بعض عشان نوصل للنتيجه المرجوه. بس يا ابونا كمان النقطه دي مهمه قوي اللي انت قلتيها، يعني ده لازم يكون نقطه مش تخوف، نقطه ان احنا نحاول نحل الموضوع ده ازاي. طالما في النقطه دي موجوده واحنا كل زي بالظبط زي ما قلنا الانجليزي في الاول، طالما ان كان في يعني ان الواحد مصر على ان الانجليزي ده يكون حاجه مهمه في العباده، برضو النقطه بتاع حضرتك دي نقطه مهمه جدا، ما بين البيت وما بين مدرسين مدارس احد والكنيسه لازم يكون في العلاقه دي مستمره عشان خاطر التشالنج ده يؤدي الى ان الواحد يوصل للهدف اللي هو عايزه. كلمتين بسرعه جدا، واحده لجرمين واحده لشيرين، وهننهي بس بسرعه جدا. انا حاسه ان المشكله اللي عندنا ان الخدام اغلبيه الخدام هم متربيين في مصر، فلا هم بيعرفوا السيستم الامريكاني ما بيعرفوش المدارس بتقول ايه ولا نظامها ايه، فبيستخدموا لسه الاساليب اللي هم عايز ترتل علي صوتك عشان ترتل فنركز، او مثلا يجي الولد متعود انه يقول رايه ويتناقش، فيجي المدرس مش قادر يستحمل ان الصغير ده اللي عنده 15 سنه بيرد عليه وبيكلمه كلام مقنع هو مش عارف يرد، فيستخدم الاثوريتي ويقول له انت هتعمل عليا كول يا ولد. هذا الصمت يا جرمين يا اما يقوم يا اما يبتعد عن المدرسه، يا اما الواحد يعني صحيح الحصاد كثير والفعل قليل. هي دي المشكله حضرتك قلتها ان احنا ما عندناش فبنضطر، لكن في بقى عندي امل في حاجه واحده. في ناس اتولدوا هنا اتربوا في المدارس. هو ده بقى الامل بتاعنا، هو الجيل الجديد، وده لازم اللي احنا نحط عليه يعني نحط كل المجهود ان شبابنا دولت اللي اتربوا في المدارس الامريكاني يعرفوا يسوع فيقدروا يعلموا العيال الصغيره. بس انا عاوز اقول لكم احنا من حوالي 40 سنه عملنا يوم السبت ندوه بنقول هنخاف من ايه لا يحصل لاولادنا، يعني عشان ابسطكم الخوف ده كان كله كلام فاضي، لان العائلات بتاع الخدام الناس اللي خدموا في الكنيسة وكانوا خدام ولادهم طلعوا كويسين من غير لا أساليب ولا حاجة خالص، ما بقولش الحاجات دي مش مهمة، لكن بعيد وزيد إن العيل بيطلع زي أبوه أو أمه، بيطلع زي أبوه وأمه وما فيش خوف، كلام حاجات كتيرة مخالفين منها ولا حاجة خالص بالنسبة لأتليس لبعض العائلات، بعض العائلات تعبت. فأنا عشان كده بركز على البيت والعلاقة والسلوك في البيت والصلاة في البيت وقراءة الإنجيل معاهم في البيت والتفاهم في الكلام بينهم وبين بعض. الكنيسة دي بقى على أبونا وعلى الخدام مرسى أحد، أوكي، لكن إحنا كآباء وأمهات مهمة أوي اللي بنعمله في البيت، ده أهم حاجة، هو ده عماد الكنيسة. اتفضلي. هو أنا معلش هرجع بس لحتة اللغة، لأن زي ما حضرتك قلت أما جيتوا في الخمسينات والستينات كنتوا ثلاثة، فبالتالي كنتوا بتسبورت إيتش أذر، بس الظروف حكمتكم إنكم تتعلموا إنجليزي. ليتر أون العدد ابتدى يكبر بتاع الناس، ليتر أون بقى في سي تي في في البيت، التلفزيون شغال على طول الكنيسة وكلها بالعربي، فبيحصل unfortunately disconnect between الكبار والصغيرين. لما الكنيسة كمان ابتدت تعمل قداس بالعربي احنا عايزين الناس تنبسط، الكنيسة لربنا، فبالتالي بقى هيحصل تاني more gap. واللي بيحصل حاليا lately في كل الكنائس بس مش بس كنيستنا، حصل ويف كبير جدا بقى بيجي big numbers of families together that they support each other and they don't feel the feel and the need للغة. وبنحاول يعني احنا الكنيسة بتحاول انها تهايلايت الحتة دي للأهالي، بس مش قادرين الأهالي مش قادرة تدرك الموقف لأن عيالها صغيرة.
المشكلة ان الديسكونكت ده مش هيحصل بس بين الاب والام والعيال، هيحصل مع الاطفال كمان. فازاي مع البيج ويف، مع السي تي في، مع all this is very good things because it's supporting them، بس ازاي احنا نركز اكتر على اللغة. ده الهدف عندنا، او حاليا بنحاول نعمل كده. الحاجة اللي انا عايزة اطمن بيها اماني ان احنا العيال بيعملوا كل الأنشطة وكل الحاجات في المدرسة to build the resume where they know it. العيال very smart. بس when you come and tell them there is a trip with the church and there is something going on في المدرسة، الرحلة بتاعت الكنيسة بت overcome، لأنهم بيحبوا ال environment هنا. Even though we cannot compete with the church with the school system. كده بقول لكم ما تخافوش. احنا كنا خايفين، يعني كنا مرعوبين لما العيال دول هيكبروا يبقوا ايه. طلع انه اي حاجه، كلام كله كلام مظبوط، بيحبوا الكنيسه. انا اي ثينك التريبس والكامبس والميموريز دي انفور، يعني انا ما بقولش هي دي اللي هتربط العيال، بس بتبني الكوميونتي، وبالتالي ممكن ساعتها بيعرب من كلمه في خلوه، من كلمه في ريتريت، من كلمه في كامب، بيعرف المسيح وبيقدر يبتدي العلاقه مع ربنا. كلام جميل جدا. نشكر جدا الدكتور عاطف والدكتور رفعت ومدام وفاء ومدام فريال، وبنعمه ربنا معانا هم الاسبوع الجاي. ولو ما فيش مانع، يعني لو يضايقهمش احنا ما عندناش اكتر، يعني 12 نقطة. لا ما احنا 12، احنا ان شاء الله ما فيش مشكلة، احنا ناخد مرتين كمان، ما فيش أي مشكلة. فاحنا المناقشة مستمرة، ونتمنى ان احنا نقول لكل الناس، ولو ان في ناس كتير، يعني انا جالي رسالتين لحد دلوقتي من ناس متابعة على الانترنت، فبنشكرهم ونتمنى انه ناس أكتر تيجي، ونيجي مفكرين في أسئلة في ملاحظات. احنا دايما متعودين انه السؤال لازم يبقى له إجابة. في حاجات يسموها الاوبن اندد كويستشن، احيانا ممكن نسيب السؤال والسؤال يفضل يلف ونفكر فيه، ولكن كونه انه يفضل مطروح بيضغط علينا علشان نعمل حاجه وعشان نلاقي حل وعشان نجرب حاجه وما تنفعش ونجرب غيرها. فيعني مش دايما لازم يبقى فيه اجابه قاطعه ونهائيه للسؤال، لكن كويس ان الاسئله تبقى مطروحه. يعني يقولوا التفكير النقدي ازاي تطرح السؤال كويس، مش انك تجيب الاجابه. يعني السؤال ده بتاع الانجليزي احنا هنتكلم فيه وهنكمل الاسبوع الجاي. اتفقنا خلاص. يبقى احنا انتهينا ان احنا هنتفق المره الجايه. على كلمه بسيطه بقول ان موضوع الانجليزي ده اتكلمت فيه من حوالي 15 سنه لاجتماع شباب عاملينه عربي عندنا، وقلت يا سيادنا انتوا شباب ولازم الانجليزي. طلعوا ثلاثة زعلانين ويقولوا انت الكلام ده كلام مش مظبوط، انت ضد الكنيسة القبطية. الموضوع والموضوع في اراء برضو، ممكن في رأي، ولكن نتكلم من مرة كده. تفضل انصر. بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. خلصنا يسوع المسيح لأنك أعطيتنا الفرصة اللي موجودة فيها أنت معانا لكي تعطينا الحكمة وتعطينا روحك القدوس بدون لا نستطيع شيء إطلاقا. نرجوك يا رب أن دايما تخلينا نبص لأبائنا ونبص لجيلنا ونبص لأولادنا، ونكون دايما كوميونتي كويسة مع بعض، بحيث نتعلم من بعض كلنا وناخد وندي، ويكون شغلنا الشاغل هو الحاجات الإيجابية بالنسبة لأولادنا وبالنسبة لعبادتهم عشان نوصلهم ليك. نرجوك يا رب أن نكون بيوتنا الأزواج فيها بالغاية الوحيدة بتاعتهم أنهم يروحوا السماء مع بعض ومعهم أولادهم. ساعدنا يا رب جميعا أن احنا نوصل لهذا الهدف، لأن هو هدفنا إن احنا نروح للسماء. مش مهم نكون مهاجرين لأمريكا أو في مصر أو خلافه، لأن ده ليس وطننا، ولكن وطننا
هو السماء. ساعدنا يا رب حتى ما نفهم هذا في حياتنا ونطبقه مع أولادنا ونطبقه مع الناس اللي معانا حتى يروا أعمالنا الحسنة ويمجدوك أنت الذي في السماوات. ساعدنا يا رب حتى نكون تلاميذ حقيقيين ليك. ساعدنا يا رب حتى ما نقدس اسمك في كل وقت. ساعدنا يا رب حتى ما يكون شغلنا الشاغل ان احنا نخدمك ونخدم بعضنا البعض ونحب بعضنا البعض ونقبل بعضنا البعض وايضا نعمل من اجل اولادنا واولاد المجتمع اللي احنا عايشين فيه حتى يا رب يرونا ويمجدوك انت ونكون يا رب ملح للارض. انت يا ربي هو الاله اللي وضعتنا في هذه البلاد لكي نكون شاهدين لاسمك. ما تجعلناش يا ربي نضع نورك تحت المكيال. املأنا من روحك القدوس واحفظنا في اسمك وكن معنا يا ربي في هذه الليله واجعلنا ننام نوما هادئا واصرفنا الى بيوتنا ونحن مملوئين كل بركه بشفاعه القديسه العذراء مريم وكل القديسين والذين ارضوك منذ البدء والشهداء وخاصة شهيدنا في الأمس. ساعد يا رب الجميع وكن معاهم وعز يا رب عيلته ونرجو من كل هؤلاء الشهداء أنهم يطلبوا عنا في هذه الليلة حتى نكون نحن أيضا شاهدين ليك في هذه البلاد ونعرفهم طريق الحق طريق السيد المسيح. شفاعة القديسة مريم أولا وأخيرا استجبنا يا رب الملك والقوة والمجد الأبد آمين. قل بشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين. والآن محبة الله الآب نعمة الابن الروحي شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.